حياكم من جديد مشاهدينا، وصلنا معاكم لفقرة مظهر وستايل، واللي بنتعرف من خلالها على آخر أنواع الموضة وأيضا أشخاص المهتمين بهذا المجال. صحيح، احنا اليوم طبعا ضيفنا مشرفنا، وهو يعني قرر انه يدخل في مجال الموديلينج وتحديدا الاعلانات، وهي طبعا مجالين اوقات ترتبط ببعض بشكل كبير، خصوصا في بدايه يعني انطلاقه كثير من الشباب لهذا المجال. حنعرف مع فيصل الغامدي الموديل مشرفنا اليوم. حياك الله فيك شباب، الله يكرمكم. كيف امورك؟ ان شاء الله الحمد طيب. لله تمام الحمد لله. بدايه اكيد فيصل، نبي نتكلم عن اول الخطوات اللي قادتك للظهور والدخول في هذا المجال ومجال الاعلانات المصوره، وايضا بشكل عام ومتى كانت البدايه؟ والله كانت البدايه كنت وقتها في الجامعه. قبل اصلا موضوع الموديلنج انا اصلا ما كنت منتج لهذا المجال. انا في البدايه كنت احب الموديلنج عموما، يعني كنت يعني اشوف الناس، بس ما كنت متوقع اليوم من الايام اني حطلع قدام الكاميرا. ف وقتها برضو كنت اعمل في الاعمال التطوعيه، وقتها كنت في الجامعه. فحبيت اشتري كاميرا اصور، اللي هي الاعمال التطوعيه التوعويه كفيديو، انه في شخص كمصور كمصور كبدايه، كنت مصور في البدايه. فبعد كده كان في عندي زملاء من قسم الاعلام كان بيقولوا فيصل انت عندك الكاريزما اللي تطلع قدام الكاميرا، فليش ما تطلع انك تتكلم؟ ففكرت في الموضوع، طلعت، وبعد ما طلعت انا كذا يعني اعجبوا اشخاص حلو، فانتقلت من خلف الكاميرا الى امام الكاميرا. امام الكاميرا إيه. وبعد كذا لما بعد مشاريع التوعويه وكذا جت شركات اخرى للتوعيه والتطوعيه برضو اخذوني كممثل كذا جانبي، فبرضه اعجبوا فيا. بعد كذا صار في ايش؟ طلب اقبال اقبال. لما حسيت نفسي انه في اقبال قمت عملت ايش؟ كاستنج عند الشركات اللي هي التصوير الاعلانات، بحكم اني فكرت في الموضوع ليه ما اخليه شيء مادي؟ صحيح، يعني مثلا اكون عندي دخل مادي، مثلا دخل ثانوي افضل من انه كوني إن انا بتصور على الفاضي كذا انه. فبعد كذا لما دخلت الموضوع هذا نجحت في الموضوع وصار فيه اقبال من الشركات، والحمد لله يعني من افضل لافضل. هو اقبال فيصل في مجال، معناه قد يكون في اقبال في مجالات اخرى، وهذا اللي حصل معك لما كان لك في يعني محاولات دخول في المجال الاعلامي تحديدا، وبجانب هذا طبعا مجال الاعلانات اللي بدات فيه. بس لو تحدثنا عن هذه التجربه وليش ما اكتملت، يعني ايش اللي صار؟ اللي حصل انا طبعا ممكن تجربتين حصلت، هي تجربه واحده في التلفزيون واحدة كانت لإذاعة راديو. أول حاجة للتلفزيون، وقت ما كنت أتصور ذيك الفترة قالوا لي إنه فيصل في تقديم لقناة جديدة. حلو. قلت أوكي، قالوا في تقديم، رحت أقدم، إيش رأيك؟ أنا وقتها كان ما عندي أي خلفية في التلفزيون. قلت أوكي، حاعمل مقابلة واللي يصير. ما رحت عملت مقابلة كل شيء. فجأة بعد يوم اللي اتصل علي لقد تم قبولك. أنا ايش اللي صار؟ مين ايش اللي حصل؟ ايه وايش اللي صار؟ انا ما عارف بالضبط ايش اللي صار. فبس انه بعد كذا انه لما قبلوني كل حاجه كنت متحمس طبعا لهذا الشيء انت. ايوه، بس انه كان في خوف لما طبيعي هذا يحصل لاي شخص. فطلع انه انا يمكن عندي معلومات كانت كويسه، كانت معلومات يمكن اللي كانت كافيه اني انا اطلع او انقبل في الموضوع. فكان في تقريبا 15 شخص ما بينهم، وكان في زي السباق، كان في دوره تاع يعني على التلفزيون. فسبحان الله انقبلنا 5 اشخاص، انا ومعي 4 اشخاص. حلو. بعد هذا كله فكنت مصدوم شويه، بس المشكله في الموضوع في النهايه انه لما تم قبولي كل شيء كان في مشكله، انه كون ان انا عندي جامعه. ايوه. وكان في اللي هو الدراسه هنا توقف ناس كثير. صحيح. بالضبط. فكان هم كانوا يقولوا نبغى شخص متفرغ، انا كنت اقول لهم لا، انا عندي جامعه ما اقدر اكون متفرغ. يعني ما حاولت تكون متعاون طيب اقل شيء؟ لا، الشيء اللي كان يبغوني فيه كان يبغوني اداوم، يعني تقريبا دوام كامل وابدا. أيوة. ما كان فيه اي وقت مستقبلك اهم الخطوه حقتك. صح، بس الفكره بالضبط. هذا اللي حصل، هذه الخطوه الاولى في التلفزيون. بالنسبه للاذاعه تقريبا انا اول ما جاتني بعد فتره بسيطه قالوا لي فيصل ترى برضه في تقديم اذاعه. انا من رحت الاذاعه ما كان عندي هدف اني ادخل اذاعه، بس كان عندي حب استطلاع بانه اشوف الاستديو، لانه مقدمات. أيوة. المذيع الراديو على فكره مره مختلفه، التركيز على الاداء الصوتي يكون 100% مختلف. أيه أيه. انا بس كان عندي حب استطلاع. ممتاز. حب استطلاع، شفت المكان، شفت كل شيء. انا ضمنت اني ادخل وحاخرج وانا ما حنقبل اساسا. بعدين بعد فتره، يعني بعد هذه الفتره بسرعه، يعني بعد ما انا خرجت من ذا المكان حبيت اني اقوي موضوعي في الاعلانات وفي التصوير. أيوة. فعملت دوره صوت،
فصار فيها تنوع. طب بسألك يعني فيصل، دائما انت بتكون حريص على تطوير مهاراتك في عده جوانب مختلفه ممكن ما يكون لها اي ارتباط او علاقه بدراستك الاساسيه او تخصصك بالضبط. الاساسي بالضبط. فكيف بتحرص على انك دائما تكون في العمل هذا ودائما بتحاول انك تطور من مهاراتك؟ والله انا كمجال اول شيء تخصصي مختلف عن اللي قاعد اسويه حاليا. الان تقريبا يعني يمكن انا اهتم في مجال التمثيل، مجال برضه الاذاعه، كون ان هذه برضه اشياء تعاون كاني اطلع كمودلنج، يعني اصور بعض الاحيان تتكلم، بعض الاحيان مثلا اطلع في فيديو اعلان اتكلم بوضح بشرح، او ممكن يعني بتطلع مني عفويه تعرف احنا بنمثل. فمجال التمثيل برضه حيساعدني، مجال الاذاعه برضه حيساعدني كوني حيطلع صوت. فلا كلتا الحالتين كلها بطلع يعني ككل. طب بتاخذ دورات، بتسوي اي حاجه انها تطور من هذه المهارات؟ للامانه في التمثيل ممكن كسبت خبره شويه، ممكن عشان كوني يمكن مثلت او كمثل كعفويه يمكن تطلع بطريقه افضل. لكن بالنسبه للدورات اخذت دوره القاء صوت اللي هو كيف صوتي اذاعي. ممتاز. وعندي اللي هو الدوره حق التلفزيون اللي حكيتكم عنها، الدوره برضه تقديم البرامج. على فكره الدورات هذه حتى تفيد في التواصل مع الناس في حياتك الاجتماعيه ومو شرط في بس في عملك. خليني كمان بما ذكرت حكايه التمثيل ابغى اعرف لك تجربه في التمثيل، وانطرقت التمثيل في تجربه كانت اولى من نوعها تحديدا. بالضبط. ويعني ابغى اعرف الدور اللي قدمته ايش كان وكيف كانت ردود الافعال اللي حولك. والله اول حاجه انا مثلت في برنامج ما انا عرض القناه معروفه يعني، البرنامج هذا ايش اقول لك يعني هو موضوع حساس شويه، حساس في المجتمع وفي اشياء كثير. فانا ايش نوع القضيه كانت او ايش نوع المشكله والظاهره؟ الظاهره يعني كانت انا الموسيقى وما الى ذلك. اوكي. انا مثلت دور اني شخص يعني عندي شكوك بان الموسيقى والامور هذه يعني في حرمانيه وعدم حرمانيه وما هذه الكلام انها كذا وعلى ايش المشاكل. فانا كنت كنت مجرد ممثل، فكان عندي اسئله مجرد في التمثيل كان عندي اسئله معينه. هذا اللي حصل معي بالضبط. اوكي. وصورت وعملت كل حاجه، خلصنا من الموضوع، جينا دحين نشوف النتائج ونشوف رده الفعل الناس. الصراحه انا عندي رده فعل الناس يمكن ينقسم على اثنين، على الموضوع ولا على تمثيلك؟ ايوه كشخص. انا لسه الحين برضه اكرر الموضوع لانه تمثيل او موضوع. أوكي. كتمثيل فريق العمل كانوا مبسوطين، المخرج تعاونت معه الان مع يعني مشاريع ثانيه لانه كان لونج تيك، ترى تصويرك كان كله لونج تيك، يعني كان من تيك 1 الى النهايه الكلام اللي قلته كله كان واحد وما كان فيه اي توقف، ما كان فيه يعني كات، ما كان كنت مسترسل. فهذا الشيء ايوه شجعني انه حتى المخرج انبسط مني، انا اول مره اصور معاهم، فبعد كذا صاروا ينادوني في مشاريع وحاليا قاعد اتصور معاهم برضه في اشياء ثانيه. خذوني معاكم المره الجايه ابغى امثل انا من جد والله. اي والله ودي يمثل صراحه، لازم تاخذوه معاكم. بالضبط. هذا اللي ساعدني، بس بعد كذا انه اللي ورطني رده فعل الناس، كون انه موضوع حساس. أيه. الناس ما بتفكر انه هذا مجرد ممثل، هذا مجرد كذا. أيه. لا 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 صح. ولا حد خلوني متعاون، خلوني انه انا شخص غلطان. وانا ما انكر يعني هو عارف ليش اوقات الناس تحكم على الشخص في 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 الخارج العمل على نفس شخصيته في المسلسل او في العمل نفسه او في في التمثيل المثل. فهذه مشكله ممكن نتخطاها مع الوقت. أيوة مع كثره المشاهد. طبيعي تراد، لانه الناس بتشوف الظاهر قدامهم، بيشوفوا الفيلم ما بيشوفوا حياه الممثل الشخصيه. فدائما هنا الممثل بيكون دوره في اختيار الادوار اللي ممكن ما تسوي ضجه في المجتمع، وبيكون يناقش قضيه. اذا سوى مشكله معناته تؤثر فيهم، معناته ادى الدور صح. طبعا طبعا. هو صراحه يعني ناس كثير جو تكلموا في انتقادات، وفي لا كان في جانب ايجابي. ناس كانت تفهم ضحكات تقول اخيرا توضحت لنا اشياء، يعني شفنا اشياء وسعتوا مداركنا لاشياء معينه. ممتاز. اوكي صحيح. مو بس كذا فاصل، يعني انت دائما كمان عندك طموح كبيره جدا في هذا المجال، سواء الاعلانات المصوره او الاعلام او التمثيل، وبتحاول تظهر فيها دائما بصوره ايجابيه وتناقش قضايا ايجابيه. فيا ريت تحدثنا اكثر عن هذا الجانب. يعني انا اهتم بموضوع انه يكون ايجابي جدا. يعني انا ما بسمي التجربه اللي فاتت هي تجربه سلبيه، كون اني انا نجحت في الموضوع هذا وحسيت اني اديت عليه كتمثيل غير موضوع. لكن كايجابيه الحمد لله. يعني انا افكر في المرات الجايه يكون في تمثيل، ايوه يكون لي انا جانب اذا يكون يعني مثلا يكون لي تاثير في الشباب في المجتمع، احل قضايا كاي شخص ثاني، كاذاعه كتمثيل اي شيء بيغطي، يعني اني انا اقدر اوجه الناس او
احل مشاكل الناس من خلال الفن اللي بتقدمه سواء تمثيل او موديلينج او ايوه حتى تقديم. كل شيء له شيء معين ونقدر نطلعه بطريقه ايجابيه افضل منه. جميل، هذا شيء مره حلو. يعني ابغى اعرف بس، هل ممكن تكون متواجد في كموديل اكثر من الاعلانات او يعني ابغى اعرف فين طريقك الان؟ صار عندك ما شاء الله تمثيل، تقديم برامج وموديلينج، وايضا اعلانات في على صعيد اخر لشركات وغيره. بس فين تشوف نفسك اكثر في خوضك لكثير من هذه التجارب؟ انا في البدايه اخترت مجال الموديلينج هو اللي هو الاعلانات. لا الان سيبك من البدايه، الان انت ايش تحس بعد التجارب هذه كلها؟ فين والله وصلت؟ انا حاليا افكر في يمكن ولا لسه ما وصلت يعني. لا هو في الموديلينج طبعا هو كمجال انا ماشي فيه الان، بس برضه ممكن الان بعد تجربه التمثيل وعجبت الموضوع حبيت بس اني كنت تمثيل. انا افكر بالتمثيل السينمائي كمستقبلا. حلو. انا افكر في الموضوع هذا اكثر من كون انه يكون تمثيل اللي احنا بنشوفه حاليا يعني في وطننا العربي للاسف. فبس انا ابغى اسعى لشيء يكون افضل بحكم انه احنا لسه جالسين نطلع اكثر. أيه لسه صحيح. لسه. أيوه. طب حلو، بسالك فيصل، تنصح الشباب انهم يدخلوا هذا المجال او مجال الموديلينج؟ وابعرف كمان ايش اهم الاشياء اللي لازم تكون متوفره في الشاب عشان يدخل هذا المجال؟ بالعكس انا ما اشوف الموضوع هذا انه اي شيء، انا اتمنى انه الكل يطلع انه يعني يعني مجال يعني موديلنج ترى هو شيء يعني ما اشوف انه شيء جدا قوي، بس هو صح متعب وشيء مو عادي ترى. عشان نكون صراحه الناس تحسب انه الشخص هذا بيلبس بيطلع بيتصور، لا ترى في اشياء كثير احنا بنتعب فيها عشان نطلع بالصوره اللي نبغاها. بالنسبه للمتطلبات يعني الطول مثلا اهم شيء، ممكن الطول يهم. الكاميرا صارت تطول على فكره. لا ما تطول، لا تطول على فكره، خذ اياها بزاويه من تحت كذا اديك ما شاء الله. ممكن ايوه الطول يلعب دور، بس بعض الاحيان يمكن يعني الرياكشن انت تقدر توصل حاجه معينه. يعني في اشخاص كثير بنشوفهم ما شاء الله في الحياه الطبيعيه انه يعني ما شاء الله تبارك الله عنده القدره انه يطلع، بس لما يطلع ما بيأدي الشيء اللي هو يعني تحتاج تعابير وجه مثلا معينه. طبعا طبعا فاشل انا فيها صراحه، مره فاشله اصلا. اول ما كنت انا اخذك في عمل قلب، بس بعد مساله الطول هذه ما حكلمك. لا من زين خليك خلاص، حتى القصار ينفع معلش فيصل. اكيد فيصل الغامدي الموديل، شكرا لتواجدك اليوم معنا في ساعه شباب. شكرا لكم، نتمنى لك كل التوفيق. الله يسعدك. شكرا لوجودك. و ايش ما كان طولك يمديك تكون موديل او ما في بعد مساله الطول. لا يا جماعه، حتى القصار ترى مره شاطرين في المودلينج، مره شاطرين ترى. مره ما ظبطتيها على فكره. بعد الفاصل لازم نرجع لكم ان شاء الله في اخبار وسوالف. ان شاء الله حنستانس بالاخبار الجديده. ما ودي اغششكم، بس حاجات عن معجين الاسنان وطريق. بعد الفاصل افضل، خليكم معنا.